وانا فخوره ان انا قاعده قدام حضرتك، أنا متشكرة أوي ويا رب أوي. ابقى عند حسن ظنك، لان يعني اخاف، انا اخاف انا لا كحد يا لسه رب بيبتدي أكون كده. أنا اللي عند حسن ظن المشاهدين كلهم ربنا بإذن يخليك الله لحضرتك يا فندم. بإذن الله. عايزه ابتدي مع حضرتك من البدايات، حضرتك اول رئيسه لاذاعه القران الكريم، أي قبلها حضرتك كنت بتذيعي في الاذاعه نفسها اذاعه القران الكريم، وقبلهم في اذاعه البرنامج البرنامج العام. العام. أيوه. التجربه من بدايتها حصلت ازاي؟ هو أنا الحقيقة يعني اتعينت كمقدمة برامج في البرامج الجينية، وكنت مشرفة على أحاديث الصباح الجينية، وكنت رئيسي في الوقت ده الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف الله يرحمه، الله وكنت يرحمه. بحضر معاه، كان بيعمل برنامج رأي الجين اللي أنا بقيت أعمله بعد ما هو توفي. وحضرتك تقريبا استمريتي في يعني عدد من حوالي السنين. 30 سنة استمريت في رأي الجين. الحقيقة يعني قدمت بجانب حديث الصباح، الأستاذ فاروق شوشة أسند لي حديث السهرة الأدبية، وبعدين بقى كان في برامج، أول برنامج أنا قدمته بصوتي كان برنامج دنيا والجين، كان بمناسبة رمضان، وكان عبارة عن آية قرآنية بنفسرها تفسير جيني وبنبين الدلالات العلمية اللي موجودة فيها، وكانت فكرة الحقيقة جديدة، كانت هي دي أول فكر أول مرة تقدم في الإذاعات، وبعدين انتشرت انتشرت الفكرة حتى في مش بس في الإذاعات، كمان في في البرامج القنوات. التلفزيونية. أيوة أيوة. بالظبط كده، وكانت هي عبارة عن دعوة للتأمل والتفكر في ملكوت الله، بحيث ان يعني كان الهدف منها ان انا بعد ما المستمع يسمع كان يقول سبحان الله، وكان له مردود حلو قوي، وكان حتى في ايام حرب 73 كان على مدى ال 24 ساعة بيذيعوه يعني اكتر من مرة مع برامج اخرى. ايوه.